هناك نوعين من المطالبة والحقوق على الحكومة الأقليم الكردستاني، أولها ما أنجزناه ومثل الباقية مثل الوثائق ومثل الصكوك نطلبها حاليا ما يقارب 300 مليار دينار، وما نحتاجه في أقليم الكردستان بشكل عام نحتاج إلى 3 تريليونات لإكمال كل المشاريع المتوقفة من سنة 2014. إحنا متوقفين من 2014 لحد الآن، المفروض من يجي سيولة بالفلوس أو سيولة بالمال أن تعطي بما أنت مديون عليها من 2014، لا تأتي وتعرض مشروعات جديدة ويحتاج إلى مبالغ أكثر، والمشروعات القديمة منجزة من عندها نسبة كبيرة، ما يقارب هسه 1300 مشاريع قديمة في محافظة سليمانية و2500 بأقليم كردستان بشكل عام. عندنا مشروع طريق بكلفة 4 ملايين دولار، بدينا بالعمل بسنة 2013 وتوقفنا ب 2014 بوجود يعني عدم وجود سيولة حتى نستمر بالعمل. وبعد ما هذا اشتغلنا تقريبا 70% وما استلمنا فلوس كلها، استلمنا 15% من كلفة المشروع ومتوقفة بعدين، ونطالب من الحكومة الإقليم كردستان يصرف لنا الفلوس والسيولة حتى نكمل الشغل والعمل الموجودة بالمشروع.